صدر المكان إذا ما اصطفت العلماء، نور الزمان شبيه العارض الهطل. فالإنسان إذا أراد النور يظهر عليه يذكر مذكوره ويترك ما سواه، فإذا قال لا إله إلا الله فيتخلى بها عما سواه، وسوف يظهر عليه واردها، وسوف تظهر عليه بركتها. قال: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، سل الله هذا الفضل. ثم مع السؤال هذا أخرجوا من قلبكم ظلمات الأوهام هذه الذي خذت بالناس إلى عالم الغفلة، خذت بهم إلى عالم الجهالة. يصلي الواحد ولا يدري كم صلى، ولا يدري ما قرأ الإمام، ولا يدري في الفاتحة من سر، ولا يدري في السورة من سر، ولا يدري سر التسبيح الذي في الركوع، ولا يدري سر الثنى الذي في الاعتدال، ولا يدري سر التسبيح الذي في السجود، ولا يدري سر الثناء الذي فيما بين السجدتين. ما هو داري بشيء. صليت؟ قال: نعم الحمد لله صليت. لا دريت بذكر التسبيح، عرجت معاشي منها شيء. ظهرت دعوات الحج، ظهرت أسرار الوقوف. هل تنكر التنزلات التي ترسل من عالم الأفق، من الأفق الأعلى؟ هل تنزل تنكر الرحمات التي يتجلى بها الرب سبحانه؟ هل نالك نصيب؟ هل شعرت بشيء؟ هل استشعرت شيء؟ هل ظهر عليك شيء من هذا؟ وهي هذه الحالة التي مرت عليك العام، مرت عليك هذه السنة، ومرت عليك فيما قبلها، ومرت عليك فيما قبلها. رجعت إلى غفلتك من لو قيام بالليل، قمت من الليل قال: لا. هل يسر لك قراءة القرآن قيام الليل؟ قال: ماشي ظهر علي من قيام الليل. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. ظهرت الهداية إذا شي مخاصمة ولا منازعة، قامت النفس وظهرت بأشياء جدال ولعن وسب والعياذ بالله، ومن وراء اللعن والسب مكر ودهاء وشي منها. هذه الأشياء يدخل الإنسان منها فيركبه الشيطان فيقوده إلى حفشة، ربما يوزر بأيمان كاذبة والعياذ بالله، يحلف عليها ولا يدري ما هي. والسبب السبب إن الشيطان كما حكى الله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم. هذا هو النسيان. صدر المكان إذا ما اصطفت العلماء.